دلوقتي خلونا نتابع مع حضرتكم تقرير بنوضح من خلاله. طيب، في اجتماع النهارده للرئيس عبد الفتاح السيسي كان لمتابعه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخاصه بالهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه، خاصه في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الانشائيه والمعماريه، الى جانب كمان مشروعات العاصمه الاداريه الجديده. خلال الاجتماع تم استعراض الجهود المتعلقه بتطوير معهد ناصر للعلاج باضافه مباني جديده وتطوير المباني الاساسيه القائمه بالفعل، ده غير كمان انه هيتم استحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وكمان زيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى والمنشآت الخدمية. ده هيحصل بالتعاون مع وزارة الصحة طبعا بطبيعة الحال. خلال الاجتماع وجه الرئيس أنه يتم تحويل المعهد معهد ناصر علشان يكون مدينة طبية متكاملة، زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في المجال ده. طبعا معهد ناصر بيعتبر من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. من خلال الاجتماع كمان وفي ملف تاني تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بما فيها محور حسب الله الكفراوي بطول 17 كيلو لربط الطريق الدائري، جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، محور الحضرات وربطه مع محور ياسر رزق لربط منطقة وسط البلد بطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، كمان تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كيلو. من خلال الاجتماع برضو تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر، كمان عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، خاصة الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. تم استعراض كمان جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ استعدادا طبعا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر اللي جاي، كمان عملية التطوير اللي بتحصل في منطقة الرويسات في شرم الشيخ، رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة.